آخر أو خلاصة الكلام، وقت الإخراج بتاعها يا أخواننا أفضل وقت يوم العيد الصباح قبل الصلاة. لكن قبل الصلاة ابن عباس قال من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يوم العيد قبل الصلاة لو ما تمكنت، حس إنه صعب عليك، الصحابة أجمعوا على جواز إخراجها قبل يومين، يومين فقط، يعني يومين قبل العيد انت ممكن بعد ذاك تخرج زكاة الفطر، يجوز لك انت لو كنت من المحتاجين لها وادوك لها انك تطلع منها لنفسك، يعني لو جابوا لك زكوات تطلع منها لنفسك انت ذاته، وبيجوز تجمع زكوات مجموعة ويدوها لزول واحد، يعني يجمعوا حقات ناس المسجد ده كله وفي جار بيجاي محتاج يدوها لكله، ما في مشكلة تمام. يجوز للإنسان أن يستديد الدين لو كان قادر على السداد ويسدد، ولكن العلماء قالوا الراجح إنه في وقت وجوبة عليك، وقت وجوبة غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، غربت الشمس أفطر الصائم خلاص، الوقت ده وقت وجوبة عليك أنت ومن تعول كلهم، وقت الوجوب ده إذا أنت ما عندك قالوا سقطت عنك، يعني يوم غربت الشمس دي مفلس ما عندك أي حاجة، لا في دقيق في البيت لا في تمر ولا في أي حاجة، ومفلس ما عندك قرش، ما واجب عليك كده أنت. بعد ده أنت بدوك ليه كويس، لو أدوك ليه ممكن تطلع منه، ما أدوك ليه أنت ما واجب عليك في الوقت ده بالذات، ما واجب عليك. كل من تعول من المولود لو ولد ولو ليوم واحد، ليوم واحد بس تطلع عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل في بطن أمه، الحمل في بطن أمه، عشان كده العلماء قالوا يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، يستحب تخرج عن الحمل. لو أنت عندك ولدين والمرأة حامل كده بقى عندك خمسة، أنت والمرأة ولدين اثنين والمرأة حامل خمسة، هذا الخامس مستحب تخرج عنه، أما الواجب عليك على الأربعة الموجودين ديل. لو الشاب بلغ مرحلة أنه بيعول نفسه وانفصل عن أبوه خلاص، عمل بيت أسرة براو كده، بعد ده الواجب عليه ويخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته. طيب أيضا يا أخواننا يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره إذا استأذن، لو استأذن منه مثلا، عندك صاحبك أنت عارفه وضعه محتاج أو ما محتاج، تقول له يا أخي اسمع أنا حطلع عني وعنك الاثنين كويس، بس استأذنوا وتطلع عنه، حتى أنت لو مقتدر ممكن تستأذن من والدك وتطلع عن الأسرة كلها، ما في إشكال. الأولى تخرج في مكان وجودك أنت، في مكان وجودك، إذا تعذر وجود مسكين في مكان وجودك أنت، أو وجدت الحاجة أمس في منطقة أخرى لكن ماها خارج البلد ممكن تخرجها في منطقة أخرى. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.